مساء الخير الجميع. اسمي نانسي لينبك وأنا مديرة معهد السلام الأمريكي. أرحب بكم جميعا ويسعدني أنكم انضممتم إلينا هذا اليوم. لمن جاء إلى المعهد لأول مرة، معهد السلام الأمريكي مؤلف من ممثلين من الحزبين الأمريكيين، وهدفه تحقيق السلام وبناء السلام في العالم. لدينا شركاء من جميع أنحاء العالم والذين يتبنون أدوات عملية لحل ومنع النزاعات المسلحة. بعض الملاحظات السريعة، متحدثنا اليوم سيتحدث بالعربية، وتأكدوا إذا كنتم تحتاجون إلى السماعات أن تضعوا على القناة الأولى للسماع للإنجليزية والقناة السادسة للسماع إلى العربية. إذا كنتم نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم استخدام هاشتاج الجبوري USIP الذي يظهر على الشاشة. السيد الرئيس، أهلا وسهلا بكم، شكرا لقدومكم مرة ثانية خلال زيارتكم إلى واشنطن، ويشرفني أن أستضيفكم مرة ثانية. أود أن أرحب بالسيد السفير فريد ياسين هنا في المعهد، وفي هذه اللحظة خصوصا العراق الآن يمر بمرحلة ثانية في بناء الديمقراطية بعد هزيمة داعش. نهنئ الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على التقدم الكبير الذي شهدته في هزيمة داعش، والوقت حان للسماح بعودة النازحين وتوفير الأمن والأمان للمجتمع العراقي. هزيمة التنظيم داعش الإرهابي عسكريا سيفتح الباب أمام تحديات كبيرة، أهمها قرب حلول الانتخابات التشريعية في العراق، ونتطلع إلى بدء حوار جاد بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان. ما يزال هناك التحدي المتمثل بوجود آلاف النازحين الذين يسكنون مخيمات مؤقتة. من المهم جدا بناء الثقة في عقول المجتمع العراقي بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء الدولة ومرحلة عودة النازحين. هذه فرصة بأن نري الشعب العراقي بأن السلام ممكن لجميع المكونات، الشيعة والسنة وغيرها. ومن المهم جدا للولايات المتحدة أن تحث جميع شركائها الدوليين أن تستمر بدعم العراق بقوة، وأن تضمن حصول انتخابات نزيهة وحرة في العراق، وأن تشكل حكومة تؤمن بالتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي. اليوم الجهود تتضافر من أجل نبذ العنف من قبل جميع مكونات الشعب العراقي، وكذلك توفير فرص للحديث الصريح وتحقيق مصالحة وطنية واتفاقيات تنهي العنف في العراق في هذه المجتمعات. المبادرات التي قام بها معهد السلام الأمريكي في العراق ساهمت في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية. اليوم معهد السلام الأمريكي يقوم ببرامج خاصة بالمصالحة المجتمعية والأمن في مناطق عديدة مثل مدينة يثرب وحلبجة وتلعفر، ويسعدنا أن نعمل مع شركاء داخل المجتمع العراقي لضمان حصول جميع العراقيين على حقوقهم الطبيعية. السيد الرئيس، المعهد السلام الأمريكي يبقى ملتزماً
بالعمل معكم ومع الحكومة العراقية ومع الشعب العراقي، بينما تقومون بالترويج لحلول ناجعة للتحديات اللي يواجهها العراق. السيدات والسادة، يسعدنا أن نستضيف معالي سيد رئيس سليم الجبوري، سيد رئيس مجلس النواب، والدكتور الجبوري كرس مهنته لخدمة بلده. انتخب لأول مرة عضوا في مجلس النواب عام 2005، وخدم كرئيسا للجنة الحقوق الإنساني لحقوق الإنسان، وأصبح رئيسا لمجلس النواب في تموز عام 2014، وهو أستاذ سابق في القانون وأحد أبرز القادة السنة، ويسعدنا أن نستضيفه للمرة الثانية في معهد السلام الأمريكي، وتشاركوا معي في ترحيب برئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية الشكر الجزيل لمعهد السلام على الجهود الكبيرة اللي يبذلها، وهي جهود ليست سهلة، خصوصا في ظل ظرف صعب يعيشه العراق، وفي ملف حساس يتعلق بالمصالحة الوطنية، وفي مناطق يعتريها الشيء الكثير من التعقيد، خصوصا حينما نتحدث عن تل العفر، وحينما نتحدث عن يثرب وعن مناطق متعددة. فكل الشكر والامتنان لهذه الجهود، ونعبر أيضا عن رغبتنا في أن نحقق هذه الشراكة والتعاون خدمة للإنسانية جمعاء. السيدات والسادة، أشكر الدعوة الكريمة الموجهة من معهد السلام، متمنيا أن يسفر هذا الحوار عن فهم مشترك يصب في صالح بلدي والإنسانية جمعاء، وأن نستمع إلى وجهات نظركم المهمة ومشورتكم القيمة، وأرغب أن أطرح في هذه الدقائق المعدودة بعض الأفكار كحديث تقديمي لغرض فتح نافذة الحوار المعمق تجاه القضايا ذات الأهمية والتي يقع على كاهل السياسيين والقادة وصناع القرار التباحث فيها وإنضاج الحلول للمشكلات التي تثيرها هذه المواضيع. سبق وأن التقينا هنا في معهد السلام قبل عامين، وتداولنا في جملة من القضايا، وما زلت أذكر أني قلت يومها أن حل القضية العراقية ينطلق من مدنية الدولة وتحييد السلاح الخارج عن نطاق القانون والدستور. نبدأ من حيث يتواجد أبناؤنا، جنودنا في ساحات القتال، فهم يستعدون خلال فترة وجيزة لإنهاء مهامهم القتالية الحربية ضد تنظيم داعش بوصفه دولة مزعومة لها أرض وجيش وكيان. وهذا يعني أننا بفضل القتال المحترف للقوات العراقية ومعها قوات التحالف بالمشورة والمعلومة وسلاح الجو، نستطيع القول أن داعش انتهت ككيان جغرافي. والحقيقة أن بلدنا لم يستطع تجاوز أزمته لولا هذا الإسناد، سواء بالقضاء على التنظيم الإرهابي أو بقاء القوات المسلحة العراقية. الانتصار العسكري غير كافي لمواجهة الإرهاب، ويجب أن يصحبه أيضا انتصار سياسي ينطلق من معالجة الهفوات التي أدت إلى وجود داعش. الآن نبدأ حملة استنفار واسعة لمواجهة الفكر المتطرف والطائفية من خلال تفعيل المؤسسات التعليمية، استقطاب الشباب، التركيز على الاستقرار الشامل وروح المصالحة الوطنية، التعايش بسلام، برامج عودة النازحين، التعاطي مع البعد الاقتصادي والاستثماري في المناطق التي تعرضت للإرهاب. وقد كانت لنا لقاءات قبل يومين مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأبلغناهم بضرورة إسناد العراق في تفعيل الحوكمة ودعم الاستقرار وإيجاد التشريعات التي تقضي على الفساد ودعم القطاع الخاص. بتصوري
أن المرحلة القادمة لقتال داعش ستكون أصعب بكثير ليس على العراقيين، فالعراقيون استطاعوا اكتساب خبرة ميدانية لمواجهة العمليات النوعية المفاجئة، ولكن الصعوبة ستكون على سائر الدول التي تتعرض للهجمات الإرهابية التي تستهدف المرافق العامة والمدنيين، وأعتقد أن الخطر سيزداد بشكل أكبر إذ أن هذا التنظيم وكما تعلمون اعتمد فكرة الذئاب المنفردة كاستراتيجية قتالية في استهداف المزيد من المدنيين وتحقيق أكبر قدر من العنف ضد الأبرياء كنوع من الضغط على العالم الغربي لإظهار قوة التنظيم ووجوده وبشاعته. أيضا المرحلة القادمة في العراق لا تتطلب مزيدا من التسليح أو التدريب بقدر ما تتطلبه من العقلية المنفتحة والتدريب على التعايش وحماية التنوع وكسب قلوب الناس وإقناعهم بالسلام وضرورة دعم الاستقرار، وهذه المتطلبات قد لا تحتاج إلى مزيد من البرامج الممولة ماديا بل تتطلب دعما فكريا يحصن المجتمع من التطور من التطرف بجميع أشكاله ويرفض أدلجة المجتمع وعسكرة الشارع ويحقق المدنية والعدالة من خلال الحكم الرشيد وليس من خلال المحاصصة والدعاية الطائفية لكسب أصوات الخائفين والقلقين من المستقبل المجهول في ظل تهديد الآخر الذي يصنعه ويسوقه ويروجه المتربحون. وهنا اسمحوا لي بالقول أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي في مساندتنا في هذا الجهد وتسهيل مستلزمات تحقيقه. تواجهنا في العراق مشكلة حقيقية في المرحلة القادمة تتمثل بشيوع السلاح وعسكرة المجتمع بسبب المواجهة التي خاضها العراقيون وشارك فيها المتطوعون المدنيون والفصائل المسلحة والعشائر والبيشمركة، حيث انخرط معظم المجتمع العراقي في هذه المواجهة التاريخية. لكننا اليوم وبعد أن أوشكنا على نهاية المعركة إزاء تحديات ومسؤوليات ألزمنا بها الدستور العراقي والتي تتمثل في الحد من السلاح خارج إطار الدولة أو دخوله الانتخابات التي يتطلب منها أن تكون ممارسة ديمقراطية ومدنية بشكل لا غبار عليه، في الوقت الذي نثمن فيه التضحيات لكل المقاتلين فإننا نواجه تحدي تأمين التمويل وأيضا وجود السلاح في المجتمع، وهذا ما يحتاج منا إلى اتباع الإجراءات التي ينزع من خلالها السلاح حتى نحافظ على مدنية الدولة. بعد أن زال خطر داعش على الدولة وفي لحظة استعدادنا للبدء بمرحلة الاستقرار والإعمار واجهتنا مشكلة أخرى لا تقل في خطورتها على مشكلة الإرهاب تتعلق بتحدي وحدة الدولة. هذه المشكلة التي هددت العراق وأدخلته في أزمة حيث تعقدت الأمور بطريقة لم نكن نأمل أن تصل إليها، وكاد جزء عزيز علينا يصوت على الانفصال عن بقية أرض العراق، وشخصيا سعيت لاحتواء هذه الأزمة وأجريت عدد من الحوارات المستفيضة في بغداد وأربيل قبيل الاستفتاء وبعده، حيث أرى أن الحل يبدأ من الإيمان بالحوار والاتفاق على الشروع به من دون شروط مسبقة بين الطرفين. فأنا أعتقد أن أربيل الآن أكثر واقعية في تقبلها للحوار، وكذلك بغداد تدرك أهمية ذلك بشكل واضح وصحيح، ولكن يجب علينا احترام الدستور والثوابت الأساسية التي انطلقنا منها. جميع المكونات العراقية وبضمنها سكان المحافظات التي تعرضت للإرهاب يشكل احتوائها فرصة كبيرة للدولة، كما أنها في ذات الوقت تشكل خطرا كبيرا عليها، فإذا ما انتهجت السلطة في العراق فكرة الاحتواء
والدعم للمجموعات الشعبية ذات النفوذ الحقيقي والمتطلعة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى تعجيل الإعمار وإيجاد فرص للعمل وتسريع المصالحة الوطنية، فإن المناطق المحررة سكانها سيشكلون الفرصة المثالية لبناء آمن واستقرار كبيرين قادرين على مواجهة الخلايا النائمة لداعش وإنهائها واستيعاب الدرس. أما إذا تكررت سياسات التهميش أو الإبعاد فإن الجماعات الإرهابية ستتخذ من ضحايا المخيمات وأصحاب البيوت المهدمة وعوائل قتل الحرب، وأولئك الذين لا يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم يمكن أن تستخدم مادة جديدة للتجنيد من خلال التعبئة الطائفية وتأجيج الكراهية وروح الانتقام واليأس. ولذلك قضية النازحين تشكل عقدة خطيرة في حال تأخر حسمها، ومن المهم العمل سريعا على إعادتهم دون شروط، وأي تغيير ديموغرافي سيعقد مهمة المصالحة الوطنية وبالتالي يقضي على آمالنا بالاستقرار. أؤمن أيها السيدات أيها السادة، أؤمن أن أمامنا فرصة في استثمار دور الشباب والنساء في هذه المناطق لإرساء الاستقرار، والذي يعتمد على ثلاثة محاور: أولها إعادة النازحين، وثانيها البدء بالإعمار، وثالثها دعم التنوع الاجتماعي والتعايش بين أبناء المناطق الواحدة، ومواجهة أي فكرة لعزل مكونات أو تغيير ديموغرافي يستهدف جهة بذاتها، إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي حقيقي تستطيع من خلاله هذه المحافظات أن تحقق اللامركزية التي أكد عليها الدستور. لا يمكن إجراء الانتخابات في وقتها ما لم يتوفر فيها المستلزمات الضرورية لإنجاحها، ومع أننا مع إجرائها واحترام التوقيت الدستوري والقانوني، لكننا نؤكد أن هناك مستحقات خطيرة ومهمة من الضروري العمل على إنجازها سريعا قبل ضياع الوقت، ومن أهمها إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار لهم لضمان مشاركة أوسع لمكونات الشعب العراقي الذي عانى الكثير وقدم الكثير ويستحق حياة أفضل توازي تلك التضحيات. بالخلاصة، لدينا فرصة كبيرة للاستقرار يمكن أن تنعم بها المنطقة، ولكن بمساعدة الأصدقاء. القضاء على الإرهاب بكل أشكاله هدف، ولا بد من مواجهة دعاة الطائفية، ترسيخ مبادئ الديمقراطية لإرساء أسس الدولة الحقيقية، الإيمان بالدولة، منع استغلال العراق من قبل أي دولة إقليمية. نحن ضد التدخلات السلبية التي تفرق النسيج الاجتماعي للعراق. بالآونة الأخيرة بدأ العراق بفتح آفاق تعاون مع دول المنطقة، مع الدول العربية على وجه التحديد، وحقق نجاحات جيدة بهذا الإطار، ونحن ماضون باتجاه الحفاظ على سيادتنا واستقلالنا وفتح آفاق علاقة قائمة على أساس مصالح مشتركة مع دول المنطقة. أيضا من المهم أن يكون العراق بلد يحتذى به في المنطقة برمتها. الإشكالات، ختاما، الإشكالات التي تصيب العراق يمكن أن تنعكس آثارها السلبية على المنطقة إن لم تتم معالجتها في ذات الوقت. إذا ما كان هناك نوع من الاستقرار والمساعدة بهذا الإطار، قطعا الآثار الإيجابية ستنعكس على عموم المنطقة، وبالتالي نحقق نوع من الاستقرار الشامل الذي ابتدأنا به في العراق. هذه كانت رسالتنا في لقائنا مع المسؤولين سواء في البيت الأبيض أو في الكونغرس، أن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية عموما، ضمن إطار التحالف الدولي، مثلما كانت لديها مبادرات في مواجهة الإرهاب، من المهم جدا أن تكون لديها مبادرات في تحقيق الاستقرار والأمن ضمن إطار المنطقة القادمة. شكرا جزيلا.
Thank you. Would you care to take the stage and then we'll have a period of questions and answers? Okay. Please. Okay. And that's a purpose. السيد رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لكلمتكم الافتتاحية التي خاطبتم بها معهد السلام الأمريكي لمرة ثانية. اسمي مايكل يافي وأنا نائب مدير مشروع شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويسعدني أن أكمل الحوار معكم. سأبتدأ النقاش بعدد من الأسئلة ونفتح الباب أمام الجمهور لطرح أسئلة عن طريق كتابتها على ورقة وتمريرها إلينا. دعني أبدأ بالحديث أكثر عن معنى ما يعني للعراق في المرحلة القادمة بعد هزيمة داعش. كنتم رئيساً لمجلس النواب منذ عام 2014، وذلك الوقت شهد توسع داعش والآن هزيمة داعش. تحدثت كثيراً عن ملاحظاتكم حول تقدم العراق على المستوى المحلي، وكيف يمكن لمجلس النواب العمل على هذا الإطار؟ كيف سيقوم مجلس النواب بحل موضوع وحدات الحشد الشعبي؟ يوم 10/6 دخلت داعش إلى العراق. البرلمان العراقي في الدورة الحالية بدأ عمله يوم طبعا 2014. البرلمان العراقي بدأ عمله 1/7/2014، الفرق 20 يوم. كان هناك هاجس شعبي يقول ما الذي تعملون أنتم؟ البلد دخل فيه المتطرفون والإرهابيون، وجحافل داعش في بادئ الأمر وصلت إلى المنطقة الخضراء وأوشكت أن تدخل في بعض مناطق بغداد. ما قيمة أن يكون هناك برلمان، وما قيمة أن تكون هناك حكومة وعمل سياسي؟ كان هناك تحدي داخلي شعبي، لابد أن نثبت للآخرين أننا إذا أردنا أن ننتقل إلى فترة يخلو فيها العراق من داعش، لابد أن نستمر، لابد أن نعمل، لابد أن تكون لدينا إرادة حقيقية قائمة على أساس خطوات واضحة، وحث الخطى باتجاه عملية الإصلاح وفي ذات الوقت الخلاص من داعش. وفعلا الآن في عقد مقارنة بين الوضع العراقي الحالي وما بدأنا به الدورة البرلمانية 1/7/2014 إلى اليوم. الثلث العراق الذي احتل من داعش تحرر بفضل جهود عديدة ذكرتها، بدءا بصدور العراقيين اللي واجهوا داعش على أرضهم، وانتهاءا بإسنادهم من التحالف الدولي. اثنين، كانت علاقات العراق مقطعة مع دول المنطقة عموما، وكان العراق ساحة لتصفية حسابات، ثم كانت لنا أولويات بهذا الإطار. 3 ملايين نازح بفعل الإرهاب هاجروا وهجروا، لم يستثنى من ذلك أحد، الأقليات، الأزيديين، كل يوم كان يمضي كنا ننظر لمأساة يمر بها العراق. بهذا الإطار لا أقول كل المشاكل انتهت، لكننا تقدمنا خطوات بشكل أكثر إيجابية. انظروا إلى علاقتنا اليوم بدول المنطقة، بالدول العربية، بالدول الإقليمية، انظروا إلى البحث عن احترام لسيادتنا بشكل واضح. هذه كلها مسائل تتعلق بطبيعة عملنا كسلطة تشريعية، وتتعلق أيضا بطبيعة دور الحكومة والجهات والمسؤولين بهذا الجانب. الرسالة أنه لا يجب علينا أن نيأس حتى لو وجدنا أن هناك نوع من الفوضى، نوع من الاضطراب. الأصل أن نبني الدولة،
السؤال اللي يطرح هل وصلتم إلى مرحلة بناء الدولة بشكل صحيح؟ الجواب لا زالت هناك تحديات، وأبرزها من يحمل السلاح خارج إطار الدولة يريد أن يفرض وجوده ويستلب إمكانيات الدولة حتى يحقق مآربه الشخصية أو يحقق برامج من يقف خلفه سواء بالداخل أو بالخارج. وعليه البرلمان العراقي شرع قانون يتعلق بمن حمل السلاح وساند القوات العراقية في مواجهتها لداعش. ما هي نهاية من حمل السلاح؟ أنا أستطيع أن أجزئهم إلى فريقين. فريق يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من داعش هؤلاء من تنطبق عليهم الشروط يجب أن يكونوا ضمن المؤسسة العسكرية. فريق خارج هذا الإطار في قناعتي يعتبر خارج عن القانون، يجب أن يواجه. نحن ضد فكرة حمل السلاح لغرض سياسي أو الاشتراك في الانتخابات أو للقيام بعمليات خطف أو تهديد السلم المدني. هذه كل المسائل يجب أن يتم التعامل مع أصحابها كأنهم خارجين عن القانون. And so, and let me turn more now also to that domestic questions. Iraq has struggled and weathered many different storms that have tugged at its at the overall essence of Iraq. And the issue has been for many years of how to bring greater inclusiveness. In your remarks, you talked about education playing an important role. I think. سؤالي هو العراق شهد عواصف عديدة وتحدثتم عن التربية وخلق الوظائف. كيف يتعامل مجلس النواب العراقي مع التحديات والتشريعات الخاصة وكيف يمكن لهذه التشريعات أن تنتشر وتطبق في العراق على المستوى المحلي لضمان تمثيل الجميع وأن يكون الجميع جزءا من بالدولة العراقية الواحدة؟ ما هي برنامج أو جدول أعمال مجلس النواب في هذا الإطار؟ مسألتين حتى نكون واضحين. القضية الأولى، وهذا خطأ، أن الدولة الحقيقة اعتمدت بشكل كبير على القطاع العام، وبالتالي من يشترك ضمن إطار الدولة بتخصيصات مالية كأن له من الضمانة الشيء الأكبر من القطاع الخاص. الآن الدولة العراقية بحكم الظرف الاقتصادي اللي تمر به تدرك أهمية التركيز على القطاع الخاص، وبالحوار اللي جرى مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كنا نركز على هذا الجانب ضمن إطار تشريعات تتيح للمتفوق دراسياً أن تكون له فرصة يمكن استثمارها سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. هذه المسألة الأساسية الجوهرية اللي تتعلق بالتشريعات اللي المفروض أن نحث بها الشباب وأن نستقبل طاقاتهم وإمكانياتهم. طبعا إهمال الشباب يمكن أن يعني يولد نوع من ردود الأفعال السلبية بهذا الجانب. عندنا قدمنا مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي، سيكون لدينا مؤتمر في الكويت في الشهر الثاني بحكم جهود الحكومة الكويتية للدول المانحة. تم دعوة الشركات الخاصة في أن تحضر، والقطاع الخاص هنا في الولايات المتحدة الأمريكية جرى حوار بهذا الخصوص. كذلك مواجهة الفساد واحدة من المسائل الأساسية اللي وضعت ضمن البرامج في التنمية الاقتصادية. وأعتقد يعني المرحلة الجاية الأساس فيها حتى نولد الاستقرار التركيز على البعد الاقتصادي لإيجاد يعني بيئة مناسبة للناس حتى تستطيع أن تعيش بسلام.
Thank you. شكرا جزيلا. الآن أنتقل إلى الأسئلة. عدد من الأسئلة يركز على الانتخابات التشريعية في شهر 5/2018. وسأختصر هذه الأسئلة، ويسألون عن عدة أمور. ما هي توقعاتكم فيما يخص الانتخابات في نينوى وديالة؟ هناك سؤال، هل سيشكل تحالف سني منفرد في الانتخابات؟ وهل سيكون هناك تحالف سياسي يلتف أو يركز على السيد العبادي؟ مسألة الانتخابات، قبل ما أبين رأيي بها، وين المشكلة أصلاً؟ المشكلة أنه أكو فريقين وعدهم حجج، اثنينهم منطقية في تبني واحدة من التوجهات. أكو فريق يقول أنه يجب أن نحترم التوقيتات الزمنية والدستورية التي وضعت في مسألة الانتخابات، لأنه إذا ما جرت الانتخابات ما عندنا خارطة الطريق للمرحلة القادمة، وقد نقع في نفق مظلم لا تعرف نهايته. وعليه فلتجري الانتخابات على أي طريقة، وبالتالي هذا أضمن وأفضل من ألا تجري. وجهة نظر ثانية تقول إذا جرت الانتخابات من المهم جدا أن تتوفر كل مستلزماتها الأساسية والضرورية. كيف يمكن أن تجري الانتخابات وأعداد من النازحين لا يستطيعون العودة؟ كيف يمكن أن تجري الانتخابات وهناك من يحمل السلاح قد يضغط على إرادة الناخب ويستغل وجوده في تغيير الخارطة الانتخابية؟ هناك قلق من بعض مكونات المجتمع ألا يكون في القادم من الأيام بحكم العملية الانتخابية تمثيل حقيقي لها، وبالتالي هم قلقون من إجراء الانتخابات ويتحدثون يعني عن إمكانية التأجيل، علما أن هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية قانونية ويحتاج إلى رؤية دستورية. وعليه في توقعي، يعني إذا من الآن شرعنا والحكومة كذلك بإيجاد خارطة الطريق لإزالة كل المعوقات التي تحول دون إمكانية إجراء الانتخابات، ومنها عودة النازحين بتوقيتات ثابتة، ومنها عدم السماح لمن يحمل السلاح بالمشاركة الانتخابية، ومنها أن تكون الانتخابات شفافة ووفق قانون يوضع بهذا الإطار، يمكن أن تجري الانتخابات. في غير ذلك أجد أن الأمر فيه تعقيد وصعوبة كبيرين. هذا ما يتعلق بالانتخابات. فاتني التحالفات ضمن إطار الوسط السني على وجه التحديد. أيضا ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة في العقلية اللي تفكر بالانتخابات. قبل 2014، قبل هذه الدورة الانتخابية، عموم المكونات والسنة على وجه التحديد كأنهم كانوا فريقين. فريق يؤشر على أنه داخل العملية السياسية ويؤدي دورة، وفريق خارج العملية السياسية وخارج البلد بصورة عامة، ولديه أيضا وجهات نظر متقاطعة مع البعض. الجديد في المشهد بهذا الإطار أن الفريقين التأموا منذ فترة من الزمن، وشبه اتفقوا على الأطر العامة في بناء دولة. ما أقول تحالفوا، التحالفات الانتخابية شيء آخر، هم لم يتحدثوا عن الانتخابات، تحدثوا ماذا نريد أصلا. فاجتمعوا على أن الأفضل بالنسبة لنا أن تبنى الدولة وأن نساهم في عملية بنائها، وأن تبنى بشكل صحيح، وأن نكون عامل مساهم في بنائها بشكل صحيح، وأن لا يتم تجاهلنا. هذا إنجاز لم يكن قد تحقق خلال الفترة السابقة، ولكن لأن المشتغلين بالعملية السياسية استطاعوا أن يوصلوا رسالة
مفادها أن هذه مساحة نستطيع أن نتعاون بها. فعلا حصلت القناعة، ولا ينكر أنه تمت الاستعانة بتأثيرات بعضها داخلية أو خارجية لغرض الوصول لمصلحة العراق، وبتنسيق أحيانا يحصل حتى مع الحكومة العراقية أو مع بعض صناع القرار في العراق. هذه المسألة المرتبطة بالتحالفات. طبعا هل يمكن أن تعقد هذه التحالفات داعمة لرئيس الوزراء الحالي مثلا؟ احنا ننتظر أولا حصول الانتخابات والنتائج اللي تسفر عنها. في الدستور العراقي حسم الموضوع. الدستور العراقي قال الكتلة الأكبر هي التي تختار رئيس الوزراء وتقدم للآخرين لغرض تشكيل حكومته. السؤال، من هي هذه الكتلة الأكبر؟ بالفترة الماضية الكتلة الأكبر كانت بعنوان مذهبي أو طائفي مثل ما الكتل الأخرى، حينما أتحدث عن كتلة شيعية سنية كردية. المتوقع في القادم من الأيام أن تكون الكتلة الأكبر هي حالة من تحالفات بين أطراف متعددة ببعد سياسي مو ببعد طائفي أو مذهبي. That's interesting if you'd put it in those terms as well, because a number of questions have focused on that. عدد من الأسئلة ركز على الطائفية. كيف يتم دمج جميع الناس في العملية السياسية؟ وكيف يمكن مساعدة السياسيين المخلصين في المساهمة في بناء الدولة؟ السؤال الثاني هو موضوع الفساد، وأن الفساد يسبب فقدان الأمن في العراق. السؤال هو ماذا ستقوم به الحكومة العراقية لاستعادة ثقة الناس بالحكومة وبالدولة، وماذا يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به لأن يساعد في هذه العملية؟ أبدأ بالنقطة الثانية اللي تتعلق بالفساد. النقطة الأساسية أن ما يتم تشخيصه من حالات تتعلق بالفساد وتحال إلى القضاء يتم اتخاذ الإجراءات المقنعة بشأنها. كلما اتخذت هذه الإجراءات كلما زادت ثقة الناس أن مكافحة الفساد حاصلة. أما أحيانا مجرد استعراضات إعلامية أو حديث ضمن إطار شعار لمكافحة فساد لم يعد مقنع بشكل كبير للناس. فبالأسس اللي يمكن أن تنطلق بها الدولة اليوم بشكل واضح وتشخيص مكامن الخلل وأيضا محاسبة المقصر بشكل واضح وصريح دون مجاملة أياً كان مكانه وأياً كان موقعه. وأعتقد أن هذه النقطة الجوهرية اللي أن يشترك فيها القضاء في مع مؤسسات الدولة الأخرى لمواجهة هذه القضية. بالنسبة للمخلصين كيف يشاركون في بناء الدولة ومكوناتها، هو القضية مرتبطة بالثقة. يعني هل نحن نبني الدولة بشكل صحيح حتى أكون مساهم ويترك إلي المجال؟ إذا تعززت الثقة أنا أعتقد كثير من المخلصين، البعض مشارك بالعملية السياسية والبعض يرقب وينتظر، سيكون له دور ودور إيجابي في عملية البناء. وأنا أزعم أن هناك من الشخصيات الكفوءة والإمكانيات القادرة على أن تحدث تغيير حقيقي وفعلي لحد الآن لم تبدأ أو لم يبدأ دورها، إما لأنه لم يتح لها الفرصة، وإما لأنها تريد إشارات يمكن من خلالها أن تفهم أن لها دور، وهذا هو واجب الدولة في أن تتيح لهم هذه الفرصة. سؤال لمحدد دولة الرئيس يخص قانون الأحوال الشخصية المقترح
that will allow girls of 18 years old. هل سيقوم البرلمان العراقي بتمرير قانون يسمح بزواج القاصرات بسن التسع سنوات؟ الكثير يعتقدون أن هذا بمثابة اغتصاب وأمر مرفوض. هل تعتقد أنه سيتم تمرير هذا القانون؟ الحديث طبعا عن قانون تعديل الأحوال الشخصية، أرد أفصل شوية بهذا الموضوع يعني إذا يسمح الوقت. أولا، ما تم عرضه على البرلمان العراقي مو قانون صوت عليه. ما جرى هو ليس ما تم تسويقه على أن القانون صوت عليه. الذي جرى هو عرض فكرة وفق قانوننا، أنه فكرة مشروع تقدم، قد يظهر شخص ما نائب يعترض ثم يناقش، وبعد ذلك يطرح سؤال هل الفكرة مقبولة أم مرفوضة أصلا من حيث المبدأ. الذي جرى هو هذه المرحلة، بمعنى أن هناك مراحل في عملية التشريع اسمها مناقشة القانون، إجراء التعديلات عليه، عرضه على التصويت النهائي، قد يقبل وقد يرفض. كل هذه المراحل لم تكن حاصلة. من حيث العموم، الموقف الشخصي أنا ضد هذا القانون بشكل واضح ومعلوم، بل الجميع يذهب إلى ضد زواج القاصرات بحكم ما تم ترويجه، رغم أني قرأت القانون بتفصيل لم تكن فيه إشارة إلى ما يؤكد أن القانون يبيع زواج القاصرات. ليست هذه الفقرة ليست موجودة أصلا، لكن قيل أن المذاهب الفقهية تبيح إمكانية زواج القاصرات وهذا القانون يعتمد عليها. بالمناسبة، قانون الأحوال الشخصية الحالي يبيح للزواج اللي عمرها 15 سنة، وهي بمفهومنا قاصر أيضا. أنا ما أريد أدافع عن هاي المسألة بقدر ما أقول أن مشروع القانون بحكم وجهات النظر المتعددة وبحكم رفضي أيضا لأن يمضي، سوف لن يجد له طريق في التشريع. لكن كل ما حصل أن هناك إثارة لموضوع كان فيه جدل وكان فيه نقاش. شكرا جزيلا. أنتقل للعنصر الدولي والسؤال، التقيتم خلال هذا الأسبوع برئيس مجلس رئيس الكونغرس بول راين، وهذا جزء من علاقة طويلة. كيف ترى مستقبل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة خاصة في مرحلة ما بعد داعش؟ يعني اللي تحدثت عنه ويعني بشكل صريح أنه بالفترة السابقة كان أكو تعاون واضح في مواجهة داعش، وفعلا الإسناد من التحالف الدولي ساعدنا في القضاء على الإرهاب. الآن أكو خط فاصل لمرحلة جديدة اللي هي تحقيق الاستقرار. الحديث عن أن يترك العراق لوحده يحقق الاستقرار في المنطقة بعد معاناته لداعش يجب أن يزول، يجب أن يدرك الجميع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن مساندة العراق فيما بعد داعش لا يقل أهمية عن مساندته ما قبل داعش بشكل واضح، لأن ما بعد داعش عندنا استقرار وهو الأهم، عندنا الاستفادة من تجربة سابقة تحول دون عودة التطرف والإرهاب، عندنا بعد اقتصادي، علاقات مع دول المنطقة. هذه المسائل من المهم أن يشارك فيها الجميع. ترك الساحة فارغة لا يلام من يشغلها بعد حين لو كان الإشغال سلبي، لأنه كانت لدينا تجربة سابقة و عدد من التدخلات السلبية التي حصلت في العراق بسبب الفراغ الموجود. من المهم جدا أن لا يحصل ذلك في المرحلة القادمة.
in many respects, what you just said is a sort of a lesson learned of what has happened in the past few years. I wonder if you could also draw some other lessons that could. أسأل فيما حديث عن الدروس المستقاط من الماضي. هل لكم الحديث عن الدروس الأخرى التي تعلمنا منها في الحرب داعش ما بعد العراق أيضا؟ أحد هذه الأسئلة: ماذا سيحدث لعوائل هؤلاء الإرهابيين؟ هناك مخاوف بأنه إذا لم يتم إعادة دمجهم إلى العوائل سيتحولون إلى مسلحين ووجه آخر من أوجه داعش. ما الذي يحصل؟ اللي يحصل يتم عزل الأسر داعش كنساء وأطفال في مخيمات خاصة، ويعنونون على أن هذا الكامب خاص بعوائل داعش. صار حوار مع وزارة الهجرة العراقية ومن بعض المختصين بهذا الجانب. الحقيقة أنا شخصيا ضد هذا التوجه للاعتبارات الآتية: أولا، هذا طفل أن يحبس في مخيم خاص بعنوان داعش كأن هناك تهمة مسبقة وجهت له، وهي ستستمر بعد حين حينما يتم الحديث عن تأريخه وحينما يتم الحديث عن مستقبله. سيقال أن هذا كان في المخيم الذي ضم عوائل داعش، وعليه في البداية المفروض أن يتم التعامل معه كطفل مجرد، لا ذنب له فيما قام بذويه أبوه أو أمه بشكل واضح. وحتى النساء المفروض الحقيقة أن النساء يتم تمحيصهم. صحيح كثير من يعني زوجات من انتموا إلى داعش شاركوا معهم وساهموا وإياهم، ولكن لابد من المضي بمرحلة انتقالية نستطيع من خلالها أن نوفر البيئة المناسبة لانخراطهم بالمجتمع. في المستقبل هذا الطفل راح ينظر لغيره من أقرانه الأطفال، كيف يمكن أن يدخل المدارس وأن يأخذ التعليم وأن يغير منهجه؟ بعدين هناك نقطة مهمة، إحنا ما نريد نكرر تجربة السجون. زميل الأستاذ فلاح النقيب تحدث وهو كان وزير داخلية، السجون الأمريكية سابقا والسجون اللي قامت بها القوات العراقية اللي أخذت المتشددين والمتطرفين وبعضهم باتهامات حقيقية أو غير حقيقية، وبعضهم بقى سنتين وثلاث وأربع سنوات، خرج وهو يعتنق فكر التطرف بحكم علاقته مع آخرين. لا نريد مخيمات إنما هي وسيلة من وسائل تفريخ مجاميع متطرفة. السؤال الآخر يخص الجيش العراقي. الجيش كان عامل وحدة للعراق، الجيش بالطبع عانى الجيش من هزيمة عام 2014. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها حتى يستعيد الجيش العراقي ثقته وسمعته وأن يبقى عاملا لوحدة العراق؟ يعني هو الآن الجيش ثقة الناس به كبيرة، يعني أمر لابد من ذكره. يعني ما ينظرون للجيش اللي بال 2014 استطاعت مجاميع إرهابية أن تحتل المناطق اللي كان هو يشغلها. الآن الجيش العراقي مرحب به في المناطق اللي يدخلها دون النظر إلى الانتماءات ودون النظر إلى طبيعة هو تعامل بحكمة حتى مع المسائل المعقدة الحقيقة. ولكن في ذات الوقت مهم جدا أن نحدث حالة من الشراكة والتوازن، وهذا ما نص عليه الدستور في المادة التاسعة من الدستور العراقي.
كثير من القيادات العسكرية أدت دور ودور مشهود لها بهذا الإطار، وفعلا يعني ما يسعني يعني كعراقي إلا أن أنظر إلى ما قام به الجيش العراقي إلا كل التقدير والاحترام بهذا الأمر. بعدين المؤسسة العسكرية تمثل أساس في عملية الإصلاح للمرحلة القادمة، وإلى حد الآن يعني الحقيقة يمثل قيمة كبيرة، الجيش العراقي يمثل قيمة كبيرة في نفوسنا. Great, thank you. شكرا جزيلا. سؤالي الآخر، كيف ترون دور مجلس النواب في المضي قدما؟ هل ترون مجلس النواب يعيد تشكيل نفسه بأن يكون أكثر تمثيلا للعراق، وما هي نظرتكم طويلة الأمد لكم وللمجلس؟ ماذا توقعون يكون إرثكم كرئيس لمجلس النواب؟ مجلس النواب الحالي هو نتاج قانون انتخابات 2014، الانتخابات الآن احنا عندنا مراجعة لقانون الانتخابات القادمة. البعض يقول أن القانون أفرز كتل متشظية، ما حافظ على الكتل الكبيرة، ما حافظ على الكتل الكبيرة. في تصوري أن القانون الانتخابات اللي الآن قيد الدراسة اعتمد فيه نظام نقدر نحافظ به على الكتل الكبيرة، ولكن نستطيع أيضا أن نأتي بوجوه جديدة تستطيع أن تؤدي دورها وأن تحوز ثقة الناس كأي مؤسسة في ظرف صعب عاشت به، ويعني انتابتها بعض الإخفاقات. لكن أستطيع القول الآتي، لم تثر في مجلس النواب العراقي خلال هذه الدورة أي إشكالية ذات بعد طائفي أو ذات بعد قومي، حتى الإشكالية مع كردستان تم التعامل معها ببعد سياسي. يعني سابقا كنا نتحدث عن دورات فيها تنازع طائفي، وهذا أمر مهم. اثنين، الدورة الوحيدة اللي جرى فيها عملية الرقابة وصلت إلى 8 حالات استجواب، وانتهت بعضها إلى سحب الثقة من وزراء سياديين مهمين. والدورة اللي تعاطى معها رئيس الوزراء بحدود أكثر من 15 إلى 20 مرة في زيارة ومناقشة داخل الجلسات، هذا ما كان يشهده الشعب العراقي، ما كان يحس أكو انسجام واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمس أن هناك انسجام وتعاون. نعم أكو مجالات تقاطع، ولكن بالنتيجة أكو تفاهم لتحقيق الهدف الأساس. الدورة اللي صوت على الكابينة الحكومية لمرتين بحكم التعديلات الوزارية اللي شهدتها المنطقة، واجهتنا مشاكل خلت الجمهور العراقي يدخل إلى قاعات البرلمان وأحياناً يبدي اعتراضه، لكن بالنتيجة هذا ما نستطيع أن نؤديه خلال هذه الدورة. أعتقد أنه علينا أن نتوقف الآن، ونود أن أشكركم لصراحتكم ولملاحظاتكم، ونرحب بكم مرة ثانية في معهد السلام الأمريكي، ونتمنى رؤيتكم مرة ثانية. انضموا لي في شكر السيد رئيس مجلس النواب.